الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وفقرة جديدة وإنك لعلى خلق عظيم مع الداعية الإسلامي الكبير مولانا الدكتور عمر عبد الكافي الذي يسعدنا دائما بهذه اللقاءات والذي دائما نشكره على وجوده معنا في مصر وحضوره لنا خصيصا لتسجيل تلك اللقاءات. شكرا مولانا وأهلا وسهلا. شكرا لك ورحب بحضرتك ودائما بنسعد بوجودك معنا في مصر. وأنا سعيد بك وبمشاهديك وكل الفنانين الذين يتعبون معنا لإخراج مثل هذه الحلقات. ونتمنى بقى أن تطول الإقامة شوية معنا في حضرتك. ربنا المستعان، ربنا يجعلنا نقيم في طاعته بعيدا عن معصية إن شاء الله. آمين يا رب. مولانا فضلتك يعني توافقت أن احنا يعني أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن قساوة القلب. نعم. أسباب قساوة القلب يا مولانا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني للقساوة روافد أو منابع. أول منبع أن أذكر دائما النعمة وأنسى المنعم. يعني دائما شايف عندي مال، شايف عندي صحة، شايف عندي منصب اجتماعي، شايف عندي عزوة، عائلة، أولاد، زوجة، الأمور شبه مستقرة، منغصات الحياة، يعني يعني أعزي ذلك إلى أن دي ملكات، يعني أو يعني أنا أستحق هذا. يعني كان دي يعني حق مكتسب، حقوق مكتسبة، أنا في هذا المنطق بهذا المستوى بهذا المكانة لازم أكون كده، وأنسى أن الذي أعطاني إياها هو المنعم. فانشغال العبد بالنعمة ونسيان المنعم ده أول رافد كبير يدخل على القلب يقسيه فورا. أول ما يعني الرافد ده يفتح على القلب تجد القلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، خلاص قاسي لأنه شعر أنه هذه البحبوحة من العيش وهذا الأمن والأمان ده نتيجة أنه تعب في الحياة وأنه يستحق هذا، وزي ده قال له إيه ورثته كابرا عن كابر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى فيما مضى من بني إسرائيل الرجل الأعمى والأقرع والأبرص، وبعدين جاء ملك للأول وقال له يعني ماذا تتمنى في صورة رجل، الملك بيسأله تتمنى إيه، هم الثلاثة فقراء وبهذه الحالة الأقرع يعني، قال والله أتمنى أن يكسى رأسي شعرا، أنا أعير أمام الناس والناس يستقذرونني، وأريد يعني قطيع من 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 غنم أو غيره أرتزق منه. قال هو كذلك فأعطي، توسعت والشعر طلع له وخلاص كما تمنى. الأعمى نفس القضية، أنا عايز أرجع لبصري وأشوف الدنيا إزاي، عايز قطيع من بقر. الثاني الأبرز الناس بيتقذرون وبيتأذوا مني وجلدي وبتاع، أنا عايز جلد حسن وقطيع من إبل أعطي. بعد سنوات خلاص كل واحد شغل في الايه في النعمة والصحة ونسي ما كان فيها، فجاء الاول فقير قال له اعطني، قال له من اين، قال له من هذا الذي انا لا شيء لك عندي، قال له اتذكر اذ كنت اقرع على شعر، لا ابدا انا مولود صحيح البدن وانا ورثت هذه القطعان كابرا عن كابر. التاني نفس القضية، التاني قال لا والله ده ربنا اكرمني بالصحة واكرمني بالمال، خذ ما شئت خذ ما شئت. فأبقى الله النعمة على من ذكر المنعم، ومحق الله النعمة عن من ذكر النعمة ونسي المنعم. فده خطير جدا أن الإنسان يستمر الرفاهية. إيه في الرفاهية؟ زي أولادنا كده، أولادنا لما عايز تكافئه تكافئه بإيه؟ هو عنده كل شيء، يعني هو عنده آخر حاجة، طب أنت كيف تكافئه؟ فبتبتدي تخليه يبص على الإيه؟ على الأقل، ويشوف المشرق جاب الإيه؟ المخيم أهو. شوف دول اولادنا السوريين كانوا اعز كرام في بلادهم، شوف حصل لهم ايه، العراقيين الفلسطينيين كل دول ادعي لهم، اخي واحد منهم على الشبكه العنكبوتيه حطه في حصلتك مبلغ له، يعني دائما كما قلنا اجعل الولد عشان ما يطلعش كمان هو قاسي قلبه زي ابوه ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل. بس يبقى يعني ايه ابو ماضي لما كان يتكلم في قصيدة الطين المشهورة له بيقول بيخاطب واحد كان صديقه وبعد ربنا فتح عليه وبقى وزير وبقى غني وبتاع، فنسي صاحبه نسي إلي أبو ماضي فأرسل له قصيدة ومن أعظم قصائد إلي اسمها الطين، والناس الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربت،
وكسى الخز جسمه فتباهى وحول مال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقت، أنت لا تأكل النضار إذا جعت والذهب يعني، ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيدي التيه والصد. قمر واحد يطل علينا، أنا لا أراه من قوة الكوخ أسود. وانت فكر أنا شافه أبيض برضو منور وكله. فهو بيذكره نسى الطين ساعة، فالطين لما ينسى أنه كان علقة. وبعدين سيدنا علي يقول إيه؟ يا ابن آدم تتكبر على وجه الأرض وأنت تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة. أقول يعني طب إيه النفخة الكذابة دي؟ النفخة الكذابة لأنه نسي المنعم. فده رافض خطير من الإيه؟ من الرافض. الرافض الثاني اللي خد القلب قاسي أن العبد يبقى عنده رغبة في العلم وزهد في العمل، فيتعلم العلم دكتور عمرو ليجادل به العلماء. دايما الحديث صحيح، طب بس بروح للشيخ بقى وايه افهمه، والايه دي تفسيرها ايه، الله لا اله الا الله، او اي نوع من العلوم. تعلم العلم عشان ايه؟ من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ما زاده الله الا جهلا وبعدا عنه. ليه؟ لان اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه عالم وشهيد وكريم. اول من يدخلوا النار عالم شهيد كريم. كيف يا رسول الله؟ قال يؤتى بالعالم. ماذا صنعت؟ قال يا ربي علمت خلقك العلم. لا، انما علمتهم ليقال عالم. انت نوب العامل الجائزة دي ليه؟ عشان اذكر في التاريخ. طب يا عم ذكرت في التاريخ وقد قيل انت اشتهرت وخدت شهرة وخلاص، بس انت كنت تنوي هذه، انما علمتهم ليقال عالم. وقد قيل يعني انت اللي كنت عايزه اخدته. القوه على وجهي في النار. ويؤتى بالكريم، تعالى ماذا صنعت بالمال؟ انفقته على عبادك. لا، انما انفقت ليقول جواد كريم، وفي الاعلانات ومع البرنامج بتاع الدكتور عامر، في واحد من الناس يقول له انا تبرعت وعملت وسويت وبنيت المبنى وشغل يتامى وشغل، انما يعني انما انفقت ليقال كريم جواد. وقد قيل خلاص يا عم خدت اللي انت عايزه، القوه على وجهي في النار. ويؤتى بالشهيد، ماذا صنعت؟ قتلت حتى قتلت في سبيلك. لا، انما قاتلت ليقال شجاع ويقال جريء. وقد قيل القوه على وجهه، اول ثلاثه تسعر بهم النار. اعوذ بالله. فشوف ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولا ينظر، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولذلك نحن قلنا من قبل لو ان واحد فينا او من اولادنا الفنيين او اي حد من المشاهدين والمشاهدات اكتشف اثناء عمله ان ثوبه فيه رقعه او بقعه يعني يستحى منها، قال يا حبر انا ما بصيتش في المرايه قبل الخروج، ماذا يكون منظره طوال اليوم؟ هو عايز اليوم ينتهي عشان يمشي او يغير هذا. طيب جميل، يكتشف انه اخر اليوم كان جالس مع زملائه وزميلاته في العمل وشعره منكوش وشكله غريب، فيستحي. يا الله ايه ده؟ طيب الكارثه الكبرى انني دي منابع قساوه القلب، ان انا مهتم بالشكل العام ده. طيب ثوبك ده وشعرك ده محط نظر المخلوق كم ساعة؟ وربنا لا يبص لا للثوب ولا للشعر ولا انما ينظروا الى قلوبكم وعمل. طيب نعم، ان الله لا ينظر القلب. نعم، الله ينظر في قلبي كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. الله يرضى عنك. طيب القلب ده بقى في غش وخداع وزور ونية مكذوبة وكبر وحسد وضغينة وعجب ورياء وامن المكر ويأس من رحمة، كل تجمع تلاقي 15 مصيبة داخل القلب. اما يعني بحثت عن حل لان يرى رب العباد سبحانه وتعالى. يقال في الاثر يعني يقف العبد امام المرآة فيطيل النظر، يقول عبدي نظفت منظر الخلق سنين، أنا طهرت قلبك لي ساعة. ساعة واحدة. الله يرضى عن سيدنا موسى عليه السلام ماشي كده ليه راجل جال عند قطيع غنم، يا رب يا رب بإيه؟ بحرقة. سيدنا موسى رق للرجل قال يا رب والله لو كان الأمر بيدي لاستجبت له. بشر بحن. قال يا كريمي ما دخلت قلبه، هذا صاحبك هذا يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه، وانا لا استجيب لعبد قلبه مع لسانه معي وقلبه مع غيره. الله ما ينفعش.
فقساوة القلب دي يعني لابد ان اعرف منابعها عشان ايه؟ عشان اغلقها. الامر الثالث من قساوة القلب ان اغتر بصحبة الصالحين ولا اقتدي بهم. احب عمر واحب ابو بكر واحب عثمان وبعد احب ابو حنيفه واحب مالك واذكرهم واحب الشيخ فلان والعالم الفلاني والداعي الفلاني والامام الفلاني والشيخ الفلاني والمقرئ الفلاني وبعدين طب سبحان الله العظيم. يعني محمد بن سيرين تلميذ له راح الامام كان عندنا شوال كده عايز خبر جوال كده كيس مليان فول فول المدمس بتاعنا ده فحطوه على الراحة دشوه يعني كده فكانت مالة بالسوس فنزل السوس سليما. الكيس اللي جنبه كان مليان قمح طحن القمح طحن السوس معه لكن مع الفول الراحة مش نازل فبإيه السوس ينزل سليم لأنه لم يطحن لكن لما طحن القمح راح السوس. قال يا بني من صاحب الأكابر يسلم. اللي يمشي مع الكبار يبقى كبير واللي يمشي مع العيال في الشارع الناس تضحك عليه. فانت دائما الانسان يعني ما دام انا همشي مع الصالحين سبحان الله العظيم يبقى ايه؟ يبقى ارتقي لمستواهم. نعم. فدي منبع من منابع القسوه ان انا اظن ان مجرد صحبتي للصالحين يعني سبحان الله. يعني ابو طالب ينازع في اللحظات الاخيره هو دافع عن النبي دفاعا مستميتا. الرسول عند ايه على يمينه وابو جهل على شماله تقول له يا عم قلها اشفع لك بها عند رب انا مش عايز منك الا ايه كلمه لا اله الا الله بس. الثاني ابو جهل يعمل له وشه كده يقول له على دين ابي طالب اوعى يضحك عليك يقول له يا عم قلها على دين ابي طالب قال على دين ابي طالب وعلى دين عبد المطلب وخرجت روحه في كلمه. ليه يعني شوف اعزك الله كلب صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وابو طالب صاحب السفله من امثال ابي جهل وابي لهب فختم له بالسوء. نعم. الواحد يدور على يقول العلماء ايه الصاحب ساحب. نعم. الصاحب هيسحبني فين؟ قل لي من صديقك اقول لك من انت. المنبع الرابع من منابع قسوه القلب ادبار الدنيا عنهم وهم ايه تنجروا وراها يا ابن الحلال. يعني نقول له هذا الانسان يا ابن الحلال ده الدنيا تتبغض الينا ونحن نمسك بها فما بالنا لو تحببت الينا. ده هي بنتقلي فيها وبيعصر بالعباد فيها وجينا فيها الامراض وجينا فيها عين الحسود وجينا فيها حقد الحاقد وجينا فيها الورطات والابتلاءات والفضايح والتشهير كل ده ومسكين بدنيا واسنان. طب بالعكس لو الدنيا دي يعني قال احد الحكماء تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل لذيذة متنعما فيها بنعم عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله. شو دون الجنة دي هي. والله ما هذا يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. الله. كل ده ما يسويش مبيت ليه؟ ليه اول ما يدخل ما هو ليه ربنا قال كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رأى الحقائق المرة ان يا خافر ابيض تعال انت يعني سبحان الله اللي اعزك الله لو واحد هيعدمه قل له نفسك في ايه قل له نفسي اصلي ركعتين صح هيقول نفسي في عمارة نفسي في بيت نفسي في عربية حلوة نفسي في طيارة لا نفسي ايه صلي ركعتين. لأن لما كشف أبو حازم دخل بيغسل واحد فجاء أمير المؤمنين معدي قال الزحمة دي هذا بيغسل يا أمير المؤمنين واحد فقال أشوف. دخل عبد الملك بن مروان وكان شكله جميل وسمته جميل ومن يعني عظماء يعني خلفاء بني أمية فقال الخادم بتاعي وددت لو كنت غسالا أكفن الموتى ولا أبي امر المسلمين يوما واحدا. فابو حازم بيقول اللي بيساعده في الغسل يقول له الحمد لله الذي عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. الله هي كده. المنبع الاخير والسادس بقى ان الدون الاخيره مقبله على الانسان اللي هو قاسي القلب ده وهو معرض عنها فهو ماسك في الدنيا اللي سايباه وناسي الاخره اللي جايه
دي ما هذه منابع قسوة القلب. طيب انا قبل ما انتقل لسؤال تاني بس انا ليا مداخله في اللي حضرتك قلته. الانسان اللي بتحي يعني دائما يعني معروف ان الانسان يعني له مده حتى ان يتوب قبل الغرغره. حلو مظبوط بس هو ما يعرفش الغرغره دي. طيب لكن الذي يحكم عليه بالاعدام عارف انه هيعدم دلوقتي. حلو فاذا ما تاب عن القتل اذا ما تاب عن الجريمه التي ارتكبها والتي بسببها سوف يتم اعدامه. طبعا. هل تقبل هذه التوبه؟ لا هو الشرط هو سيادتك لما قلت لي ركعتين الحقيقه يعني خليتني اطرح هذا السؤال. الله يرضى عليك يا رب. شروط التوبه دكتور عمرو 4. الرابع ده اهم واحد فيهم. نمره 1 الاخلاع. يخلع عن الذنب. نعم. واحد يتاجر في المخدرات خلاص. نعم. عيب يا جماعه لا خلاص طيب. نعم. وبعدين يندم على ما فات. يعزم على الا يعود. نعم. يبقى ده ايه؟ 3. 3. الرابعه ايه؟ إعادة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. هو هنعدمه ليه؟ لأنه قتل واحد. نعم. طب دفع الدية صام الشهرين. أصل السجن ده مش كفارة. لو سجن 25 سنة هل تدي توبة؟ لا. لا. هو قتل واحد. هل أعطاه دية؟ شوف وما كان لمؤمن يعني العقوبة لا تسقط الدية. لا لا لا. لا تسقط العقوبة في الإسلام. لا 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 تسقط الذنب. لا. لا. نعم. لا لا لا. ليه؟ ليه؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طب قتلوا خطا يعني اذا مفيش قتل يعني ربنا قال قتل النفس التي حرم الله الا بالحق يعني ايه بالحق يعني يستحق القتل لكن غير كده مش اي واحد هيقتل نعم. هذا الانسان اول انا ما قتلت المسلم والعياذ بالله خطا يعني ايه خطا يعني هو فجاه مر قدام السياره دهسته هذه حاله واحد بيصطاد عصفوره فوق شجره بقدر ده واحد نايم فوق الشجر ما خطرش ضرب الرصاصه جت في هذا قتل خطا ايه اللي يجب عليه؟ يجب عليه الديه اللي هي 100 ناقه تماما انت ازاي تحسب شوف النهارده الجمل بكام؟ ب 10 ب 15000 فيضرب في 100 هي كده مين يدفعها طيب؟ طب نفرض جدلا ان هو قتل وهو فقير لكن له اقارب اغنياء يبقى ديته على العاقله، العاقله اللي هم بيرثوا منه العصبه. نعم. هو انا ينفع ابن عمي يورث فيا لما اجي اموت ولما انا عليا دين ما يدفعش؟ الاصول الفقهي يقول لك ايه؟ او القاعده الاصوليه الغرم بالغن. نعم. زي ما هتورث في ابوك والله ادفع عليه الديون اول ما المتوفى بيتوفى، اول ما نسال يعمل اول قبل ان نخرج الجثه حتى ودينا. الدين الاول. لانه مرتهن بعمله وبعدين لو كتب مؤخرا فضلتك يقعد معلق بين السماء والارض لحين دفع الدين لازم دفع الدين حتى الرسول كان يرفض الصرح عليه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بما الهمه رب العباد ان هذا الانسان كان ناوي يدفع الدين ده يروح يصلي عليه يدينه عليه لكن بما اراه الله ان ده كان مماطل لان من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان الإسلام ده دين ينتصر من تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه هو مش ناوي يدفع ولا انت عايزين ايه ولا عايزين 50000 وما له اكتبه 50000 اهي خد ومؤخر 100000 ومش ناوي يدفع اكتب اللي يعجبك يعتبر زاني هذا كلام وانا نعم. شو الدين الإسلام بيحفظ حقك مني صحيح. ويحفظني انا من ان اصدمك هو دين حقوق هو والله اكبر نعم. الله اكبر سبحان الله نعم. شوف يا ابا ذر عزك الله وشاف نعجتين بيتناطحوا قل يا ابا ذر اتدري فيما تنتطحان قال يا رسول الله قال لكن الله يدري وسوف يختص من هذه لتلك نعم شوف نعجه مع نعجه نعم. ولو ان جبلا يا ابا ذر بغى على جبل لدك الله الباغي فما بال اللي اهدروا قيم الإنسان وقيمة الإنسان ودم الإنسان واسترخص سبحان الله العظيم بس فضلتك كنت في لقاء سابق حضرتك كنت أشرت وقلت إن ممكن الزوجة تسقط الدين عن زوجها فيما يخص مؤخر الصداق إذا 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 بس ما إذا برأته بذلك بس ما يرضيش بسيف الحياة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم بس لكن مش يعني خليها تقول له أنا عايز لفلوسك ولا عايزك أنت نعم العصر نعم طيب اعود الى قساوه القلب هل قساوه القلب مولانا هي ملكه عند بعض الناس ام يغذيها الانسان بروافد من داخله من عنده هو في ناس
يقول لك ده فلان ده. دكتور عمرو احنا طبيعه خلقتنا احنا مختلفين عن بعض، احنا كلنا من طين. كلنا من طين، بس الطين فيه كم عنصر؟ 16 عنصرا، تمام؟ نعم. يبدا من الذهب لغايه الرمل السيليكا، تمام. في ناس الناس معادن بالضبط كده، معادن نصح الناس ومعادن، فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام. تجد في ناس لما تدخل في المشكله او في المصيبه او في الابتلاء تخرج من بعض المصيبه افضل مما كانت قبل المصيبه، ده يبقى من قطع الذهب. يعمل ايه الجواهري؟ يجيب قطعه الذهب مختلط بها نحاس وقصدير اللي بيسموها المعادن الايه الخسيسه، يدخلها في الاتون في الفرن ويفتنها فتنة الذهب اللي هي صهره، ولذلك ايه الفتنة اللي هي ايه ان يفتك الانسان اختبار، فيختبر بالايه بالنار الساخنة فيحصل انصهار. الناحية التانية ينزل الذهب النضار اللي هو عيار 24 تحت لان كثافته ثقيلة، ويطلع الخبث اللي هو الايه المعادن الخسيسة، والنفيس ياخد الجواهر يعمل منه الاسورة والخواتم وكده، تمام. الذهب ده لما دخل النار بقى ذهب خالص بعد ما كان مختلط بحاجات تانية. ففي ناس بالشكل ده، فاحنا اللي من قطع الذهب يختلف عن ايه اللي من الرمل. ايه الرمل ده؟ كل ما تدي للارض الرملية مية تعمل فيها ايه؟ تشربها. تطلع لنا نبات؟ ده طلع لنا شجرة؟ ابدا. طلع لنا زهرة بالضبط يعني تتشرب الماء، فده صاحب اللي من الرمل ده تعمل فيه معروف 40 سنة ولا يظهر منه اي اثر عليه خالص. يقول له انا بعطيه سبحان الله. قال يا رسول الله ان اهلي ابو هريرة ان اهلي اصلهم ويقطعونني، اقترب منه يبتعدون عني، واحسن اليهم فيسيئون الي. قال يا ابا هريرة كن على ما انت عليه، فانما تسفهم المل، انت بتديهم شوك في افواههم، انت خليك على الخير. وزي قال علماؤنا اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. احنا دايما للاسف علمونا في المدارس غلط، الا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. كان زمان قبل لسه من اولادنا كان زمان يكتبوا على الكراسه من ورا الدفتر كده لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. يا خبر ابيض يعني. لا تتكلم وانت تاكل على المائده، يا عم غلط الكلام ده، ده مخالف للسنه يعني. تكلموا ولو ايه ولو بثمن الطعام. فحكايه اصنع، شوف شوف الكلام في الاسلام، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، يبقى انت عملت المعروف فيما يستحق، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. الله، انت اهل المعروف، ما تستناش ان تنتظر. فالناس معادن، الناس معادن، ده من ذهب، ده من رمل، ده من طين، التاني ايه؟ من حجر جيري، يا دوب تعمل له كده يثور. فقسوة القلب قد تكون ملكات. لكن المرأة التي ذهبت تشكو إلى عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين أشكو إليك من قساوة قلبي، قالت لا أكثر من ذكر الموت. يلين القلب، انت قاسي ليه على الناس؟ في ناس فيها قسوة، إذا في ناس قاسية في الموت مولانا. نعم، في ناس قاسية في الموت. يعني في ناس يعني حتى البعض يعتبر هل ده قوة إيمان أم ماذا لما بيجد إنسان متوفي وقريب جدا منه ومع ذلك قاسية قلوبهم، تلاقيهم متحجرين متجمدين حتى متبلد الحس. متبلد الحس يعني هل ده ايه يعني؟ هل ده قسوة قلب ام ايمان لما الانسان يموت له عزيز ولا يبكي ولا يتأثر؟ لا، ممكن يكون واحد دمعته عزيزة، ممكن يكون دمعته عزيزة. احنا يعني المشهور بالبكاء النساء، نعم، دمعتهن قريبة في الفرح وفي الحزن وفي اي مناسبة. لكن ربنا وصف المؤمنين قال ترى اعينهم تفيض من الدمع. نعم، تفيض زي الايه العين الثره. نعم، اللي هي سبحان الله العظيم. من الفيضان. الله يرضى عنك. نعم، الشعر العربي يقول ايه؟ يقول امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. بيقول له هو بيحبه بس كل ما يعدي على الحجر ايه يبوس الحجر ولا زي قلب حبيبي، ده مصيبه. فهو الانسان اللي شعر انه قلبه قاسي، يعني ايه قلبه قاسي؟ يعني شوف طفل يتيم كده سبحان الله ولا يرق، لا ما يرق. نعم. طب يا اخي ما تبص على عيالك. قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وده يقوله قولا سديدا اللي هو التأمين الإسلامي الحقيقي. أنا خايف على عيالي بعد ما توكل على أزرع خير، أزرع خير، أتخذ ده أكله من حلال وبعد ربنا سبحانه وتعالى. لأن بنات عمر السبعة ابن عبد العزيز دخل عليهم العيد، قال أين بناتي؟ قال هم محرجات منك يا أمير المؤمنين، من أبوهم يعني، لأن ما وجدنا شيئا نأكله يوم العيد إلا بصلا، فمستحيل من ريحتهم يعني يقبلوك في العيد وكده. أين هن؟ فأمهم فاطمة دخلتهم فقالت إحداهن يا أبتي نحن بنات أمير المؤمنين، بيوم العيد يلبس تلبس البنات الثياب الجديدة ونحن. فنادى على مزاحم، تعال يا مزاحم، مزاحم ده هو وزير الخزانة أو وزير المالية، أعطيني راتب لشهرين، عايز يعمل استبدال إيه؟ شهرين المعاش، اديني شهرين مقدم. شوف مزاحم بقى يقول له وهل يضمن أمير المؤمنين أن يعيش إلى شهرين؟ خبر الله. فنظر عمر إلى بناته، إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة أو تتمتعن كما يتمتع البعض ويدخل أبوكن النار. أنتوا رأيكم إيه؟ نفرض أنا مت ومعرفش أسدد الدين أعمل إيه؟ قالت نصبر على هذا. فالمهم قال أحد الصالحين بجوار عمر هو ينازع، يا ابن عبد العزيز يا أمير المؤمنين أبصر بناتك بالشيء. قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. مات عمر بن عبد العزيز، تزوجت السبعة كل واحدة أمير من الأمراء. الله. لأنه كان يقول أنا لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. نعم. لكن فضلتك علاقة نسيان الأخيرة بقساوة القلب، هذا مهم. ليه؟ أنا لما تدلهم الخطوب وتسود الدنيا على اللوحة أمامك تقول الله هو نهايتي كده إيه؟ يعني أنا هظل في هذا أبدا؟ ده بالعكس، إن شاء الله بكرة ربنا سبحانه هيفرجها، طب بكرة يمكن إيه إن لم تفرج؟ يبقى تأتي الآخرة لأذكر أن السعة الحقيقية أو كما قال العلماء الغنى والفقر الأساسيين بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. يعني إيه بعد العرض على الله؟ أن أول ما يوزن عمل العبد عند العرش القباني اللي واقف يزن هو سيدنا جبريل عليه السلام، يقول أول ما يأخذ كتابه يمينه وخلاص وعرف بقى أنه ثقلت حماه، يقول لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. الله. هو يروح رفع كتابه ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عال. الثاني والعياذ بالله تطول حسرته، لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها أبدا. فذكر الموت ربنا جعلهن في كل صلاة، بس احنا بننسى. هو مالك يوم الدين 17 مرة، مالك يوم الدين يعني أنا بعد الصلاة دي ربما ما صليش الصلاة اللي جاية، صليت المغرب اليوم يمكن ما يجيش على العشاء، طب يمكن ما يجيش على المغرب بكرة، يمكن ما يجيش على المغرب الأسبوع القادم. فنسيان الآخرة يقسى القلب وذكر الآخرة يرقق القلب. قالت يا أم المؤمنين يا عائشة إني أشكو إليك كسارة قلبي، قالت يعني ارحم اليتامى وأكثري ذكر الموت. لما تروح تشوف اليتامى بالذات والمتعبين والضعفاء والمرضى بلا شك الأذلة دائما الأذلة. العلماء قال لك لما قلبك يخسو روح ثلاث أماكن فورا، روح المستشفى تقول الحمد لله مش على رجلي، نمرة واحد. نمرة اتنين اقترب كده من السجن ويا الله ده في ناس محبوسة ما تقدرش تخرج محدودة في زنزانة، وده لا الحمد لله طليقة اهو. ما قلبك ما يرخي روح على المقابر، ها اهو عمي وخالي ولا اله الا انت سبحانك. كان سفيان الثوري قبل ما يروح ظهر الجمعة يصلي يمر على القبور يقول السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون وان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اما دياركم فقد سكنت وزوجاتكم تزوجت واموالكم قد وزعت، اللهم تقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. كل جمعة بهذا الشكل. جه في مرة مرض مرضا شديدا قعد شهر ما يروحش، قال والله رأيتهم في الأكفان في الرؤيا يقولون يا سفيان لما حرمتنا من زيارتك، والله كنا نستأنس بك. يا الله. فالإنسان يستأنس ويؤنس لأن هذه نهاية كل إنسان. في قصيدة لست أدري بتاع إيليا وليه، ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الراحة والأمن إلا في الحفائر، فأشارت فإذا للدود عبث
في المحاجر ثم قالت أيها السائل إني لست أدري. لكن نحن ندري، نحن كمسلمين ندري. الغريب دكتور عمرو، جسد جنب جسد، الجسد ده جسد شهيد والجسد ده جسد واحد عادي. الدود يروح عند الجسد العادي يأكل اللحم كله بتاعه ولا يقترب من هذا الجسد الآخر. من الذي ألهم الدود دود القبر أن ده جسد يؤكل وهذا جسد لا يؤكل؟ طب وليه الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والعلماء العاملين والشهداء؟ لأن دول احترقوا بنار الدنيا وتعبوا في الدنيا وأكرموا الناس من الغيبة والنميمة والخوض في عرضهم والتشهير بهم وإلى آخره، فربنا سبحانه وتعالى لا يجمع عليهم أكلتين مرة أخرى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، العبد الصالح لما الصور تمر أمامه كلها يقول يا الله، طب أنا قاسي القلب ليه؟ ليه ما حنش على الناس؟ ليه ما روحش لليتامى؟ ليه ما زورش المستشفيات؟ ليه سبحان الله ما أفتحش أبواب خير للناس؟ ليه الناس سبحان الله أزعل منها لما تطلب مني طلبات؟ إذا كده بإذن الله هيرين قلبه. مولانا عفوا، يعني في إطار الشهداء، إذن أجساد الشهداء لا تبلى مظبوط؟ أجساد لا تأكلها الأرض، حرم الله على. شوف بعد 40 سنة من غزوة أحد حصل أن مجرى السيل جيفة على الإيه على الشهداء الأحد سبحان الله 70. فالصحابة اجتمعوا فقالوا لا ننقل إيه شهداء أحد عشان ده مجرى السيل. فضرب أحدهم بفأسه عشان بيبحث عن المخاب، فجاءت في قدم الحمزة رضي الله عنه فسال الدم منها. سال الدم. ولما حصل أن فيه عصفورة وقطير وقع على قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنزلوا واحد عشان يعني يخرج هذا الطائر عشان ما يعملش تلوث جوه القبر الشريف. فهو خارج كان سيدنا أبو بكر عند قريبة من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قريب من أقدام أبي بكر، فأراد أن يأخذ هذا الطائر أو العصفور فلمست يده يد عمر بن الخطاب فتزحزحت يد عمر فظهر الدم في الجرح الذي ضربه به أبو لؤلؤة. أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حي يعني لا تأكله الأرض كأنه نائم. طب وإذا هذا الجسد أكلته القردة يبقى إذن ليس شهيد؟ ليس شهيدا. لا إذا أصل الشهيد تعريف صحيح الشهداء أمتي كثيرون، لكن يعني الشهادة أكيد لها مواصفات غير التي في ذهننا. مثلا احنا بنسكت كده يعني على اي حد في الاعلام او الصحافة او في الكلام العادي دول شهداء كذا وده شهيد كذا وده شهيد، نسكت. لكن ده يعني ده مؤشر واضح ان الجسم اذا يعني القرد اذا اكلته الارض وظهر عظاما كما بعض او كل اغلب الاموات ليس شهيدا. لكن الشهيد لا تاكل الارض منه جزءا كانما هو نائم من مئات السنين والاف السنين، يظل كما هو. نعم. عايز انتقل الى نقطه كيف بقى نرقق القلوب. افضل ترقيق للقلوب كثرت قراءه القران. اكثر من قراءه القران. القران ده نور، لانه عبادة سهلة. قال ابن احمد بن حنبل افضل يعني افضل الاعمال قراءة القرآن. قالوا بفهم وبغير فهم. واحد في قصة يعني الله اعلم بمدى صحتها، لكن يعني تروى في كتب السير اسمها قصة المتكلمة بالقرآن. قالوا لعبد الله الواسطي قالوا احنا رأينا امرأة في مكة تسعينية لا تتكلم في امور الدنيا ولا الدين الا بالقران. قالوا هالرهال ده. فدخل شاور على انا هي دي. قال السلام عليك يا امة الله. قالت سلام قولا من رب الرحيم. قال ما الذي جاء بك الى هنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال والى اين تذهبين عائدة؟ قالت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فعلمت قصدها. قلت هل لي ان اوصلك الى المكان الذي تريدين؟ قالت وما تفعل من خير فان الله كان به عليما. فانخت لها راحلتي وكبيره السن، فنظرت الي وقالت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ف
فلما أرادت ركوب الناقة ندت الناقة فتمزق ثوبها وأخرجت لها خيطا وإبرة. قال تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأمسكت خطام الناقة وظللت أحدو للناقة يعني يغني لها ينشد يعمل أناشيد عشان الناقة. قالت ولذكر الله أكبر والله أعلم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. المهم فرأيت قافلة أمامي هل لك في القافلة أحد؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. عارف أن لها إيه أولادها. قالت ما أسماؤهم؟ قالت يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. فناديت يا يحيى يا موسى يا داود، فجاء ثلاثة من الشباب كالأقمار ليلة التمام. قال هي أمكم؟ فقبلوا يدها وليدها. ثم قالت يعني ابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف. قال قلت ما مهنتهم شغلتهم ايه؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. دول المرشدين بتوع الايه بتوع الصحراء بتوع القافله. فبينما نحن في الطريق فاضت روحها فغسلها ابنائها وكفنوها ثم صلينا عليها. فدعوت الله ان اراها في الرؤيا فرايتها. قلت يا امه الله ماذا صنع الله بك؟ قالت يا عبد الله يا وسطي ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله يبقى دي تخصو قلبها ازاي بقى ان شاء الله. كيف يخصو قلبها؟ صحيح. هذا القصص يقصر الاولاد واحنا عندنا القصص عمرو في كتبنا وفي السيره شيء يعني يخلي الانسان يعني بدل ما نحكي لهم حكايات خيبانه ونسيبهم على التويتر بتاعهم وعلى بتاع الشبكه يسمعوا قصص وسيدي جوجل وسيدي تويتر. ما ينفعش. لابد الحقيقه دي مسؤوليه الاباء والامهات. المدرسه اي كلام والاعلام اي. طب واحنا مسؤوليتنا اين؟ مسؤوليه. طب اذا اردت ان اسال عن الروشتة للعلاج من قساوه القلب مولانا يعني الوسائل العلاجيه حضرتك بتشوف وسائل العلاج؟ شوف اولا كثره الدعاء الى الله ان يلين الله قلبه. سيدنا عمر اول خطبه اول كلمه قالها اما بعد قال يا رب انت تعلم ان في قلبي قسوه. شوف واضح المعالم. اللهم اجعلها على اهل الشرك والكفر ولين قلبي لاهل الطاعه والاسلام. فكثره الدعاء هذا يلين قلب. نمرة اثنين اجلس مع من هو اقل مني مالا اقل مني صحة اقل مني جاها. ليه؟ لان ربنا امر رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ولذلك اول ما يجد الفقراء جايين عليه يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي. فلازم نقعد مع الناس دي لان لما نقعد مع المساكين نشعر بنعم الله سبحانه وتعالى. وإذا اللهم احيي مسكينا مسكين القلب يعني ويمتني مسكينا. قد يكون واحد ملياردير بس لازم يكون مسكين القلب يكون لين القلب. لكن ده ممكن. ولذلك اسوأ العباد عند الله عائل ومستكبر او متكبر فقير وفقير دق او عنده ده وايه ومحدش عارف يكلمه ده مصيبه. طب الغني وبيتكبر يمكن اظن في حديث قدسي ان الفقراء عيال الرحمن. نعم نعم بلا شك. والأغنياء وكلائي والفقراء وعيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. وإن كان الحديث في سندية لكن مهم يؤخذ به في فوائد الأعمال. الأمر الثالث كثرة الذكر. الذكر ده يعني أعطر لساني بالذكر. وبعدين العلماء يقولوا إيه لما تيجي تذكر الله ارفع صوتك في المصحف وامسك المصحف حتى لو كنت حافظ. ليه؟ أنا لما أمسك المصحف وأقرأ بصوت أعطيت نور لثلاث جوارح العين الناظرة واللسان الذاكر والأذن السامعة. أما لما من غير مصحف حرمت العين من أن ينظر إلى أن تنظر إلى كلام الله. نعم. إذا قرأت صامتا حرمت لساني من أو أذني من السمع. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة كان عمر بن عبد العزيز يعمل مجلس غريب جدا كل ليلة الجمعة يجيب العلماء. نعم. ودي ريت نعملها في البيوت. عالم يقعد يذكر الناس بالله ويخلي واحد ينام في المجلس ينام كأنه مات. وكل عالم من العلماء يبدأ في مرحلة خروج الروح. نعم. كيف تخرج؟ نعم. من الكتاب والسنة. وبعدين الثاني يتكلم عن الغسل وصلاة الجنازة. والثالث يتكلم عن القبر وما فيه. والرابع يتكلم عن الحشر والنشور. والخامس يتكلم عن تطاير الصحف. والسادس يتكلم عن الميزان. والسابع يتكلم عن الصراط.
واللي بعديه يتكلم عن حوض الكوثر، واللي بعديه يتكلم عن النار وما فيها، واللي بعديه يتكلم عن الجنة. ولا كنا ننشر أو ننتشر من مجلس عمر كأنما خرجنا من قبورنا. ذاك هو كان يوم بهذا الشكل، وكان يوم يقعد فيه للأدب، يجيب الشعراء ويقول كلام طيب. فواحد ذكر أمامه معلقة طرف ابن العبد. طرف ده يعني لسانه قتل، كان عنده 26 سنة، عبقري وأحد أصحاب المعلقات، وقتل الرجل الملك لما شتم ليت لنا مكان الملك عمرو رغوث بقر يعني والعياذ بالله عند قبتنا تخور. المهم ما علينا. فهو هذا ايه طرف ابن عبد كان مش صلوك ولكن رجل قبل الاسلام. بقول انا ايها الزاجر احضر الوغى. الشاعر بيذكر طرف امام عمر بن عبد العزيز، الا ايها الزاجر انت اللي بتزجرني احضر الوغى الحروب يعني، وان اشهد اللذات. هل انت مخلدي؟ يعني انت بتعيب على انا مرة تلاقيني في الحرب ومرة تلاقيني قاعد والعياذ بالله على كأس الخمر، انت يعني اللي بتلوم علي هتخلدني يعني في الحياة؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي مش هتأخر عني ملك الموت، فدعني ابادرها بما ملكت يدي. فانصت عمر وقال اكمل. قال ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم احفد متى قام عودي. والله عندي ثلاث امور، لولا الثلاثة دول انا مش منتظر ان انا يجي الايه خلاص الموت والنعي والناس تتعزي فيا. المهم ذكر الخمر وذكر الحرب وذكر النساء عشان لا نطيل في الدنيا. قال هذه ثلاثة هي التي تبقيه في الحياة، الخمر والحرب والنساء. اما والله لولا ثلاث انا لم احفظ متى قام عودي، آية اقراها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله، او ان اعفر وجهي باقيا ملينا قلبي لله في جنح الليل والناس يعني. الله، دي الفرق بين اللي عايز يلين قلبه وبين القاسق. ربنا يكرمك يا مولانا وينفع بيك دايما يا رب، وارجو ان نختم هذا الحوار بدعاء وان نؤمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا. اللهم يا رب العالمين لا تجعل قلوبنا قاسية من ذكرك، اجعلها لينة بذكرك يا رب العالمين. لا تجعل فيها حسدا او حقدا على مسلم، اطرد الغل والحقد عن قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم لين قلوبنا بالقران، ولين قلوبنا باخلاق ترضاها لنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اجعلنا اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. ارزق مصر الخير والبركه والبركات والامن والامان والسلامه والسلم يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم من اراد بها والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الله يكرمك يا مولانا وينفع بحضرتك. والله يعني الواحد بيتعلم من حضرتك، وربنا يكرمك دايما وينفع بيك دايما. بشكر جدا فضيلتك على يعني هذه الاستراحه الجميله، استراحه القلب اللي احنا بنسعى بيها التسعينيه. شكرا جزيلا لعلينا الجليل دكتور عمر عبد الكافي. اشكر جدا حضراتكم، دي حلقتنا النهارده كان ختامها مسك مع العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. شكرا جزيلا، اسبوع على خير.